نحن معكم نقترب إلى نهاية الحفل، وبكل تأكيد عندما نتحدث عن عظمة الأهلي، قوة الأهلي، نتحدث عن جمهور النادي الأهلي في كل مكان يرحل يرتحل فيه الأهلي يجد من يدعمه، من يحضنه. شاهد ذلك بأم عيني في السوبر، في بطولة كأس العالم للأندية، كان الجمهور حاضر وموجود وواثق ومحب لهذا النادي. أنتم سبب وصول الأهلي لما وصل إليه، كانوا في الجزيرة أو كانوا خلف شاشات أو كانوا في الوطن العربي كله. جمهور الأهلي أغلى ما يملك.